مهرجان جوائز المحبة جاء ليبرز معنى افتقدته الأمة منذ زمن وهي في شوق إليه، ألا وهو معنى تكاتفي شرائح المجتمع المختلفة في صورة مؤتلفة، بابها أو الجامع فيها هو الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى مائدة محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم اجتمع أصحاب الفن، فن الرسم والغناء والكتابة والتصوير، وأصحاب فن إخراج المشاهد الحسنة مع أصحاب فن العلم ومراجع الأمة. إلا رسول الله، إلا حبيب الله، إلا النبي محمد. إلا رسول الله، إلا حبيب الله، إلا النبي محمد. هو اللي علمنا الكلام، هو اللي علمنا السلام. اول ما جات لي الدعوه للمهرجان خفت، وما كنتش اتخيل انه ممكن تبقى في مجموعه جميله قوي كده بتحبه حب حقيقي يعملوا له المهرجان الجميل ده. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، عليه وعلى اله وصحبه وسلم. انا سعيده جدا ان انا معاكم النهارده، وسعيده انه الله سبحانه وتعالى أتاح لي الفرصة أني أكون موجودة النهاردة في حب رسول الله. إن شاء الله يا رب بقدها، وإن شاء الله يا رب يعني أنال هذا الحب يا رب إن شاء الله. الحقيقة لما دعيت علشان أكون معاكم النهاردة كان في تساؤلات كتير قوي جوايا، من أهمها أو من أولها أنه ليه لازم تحصل حاجة جامدة قوي، مثلا على سبيل المثال الرسول هيفضل الصلاة والسلام في الإهانات حاجة اللي ما حدش كان ممكن يتخيلها أبدا، علشان نعمل جوائز المحبة أو عشان نجتمع كلنا ونقول له بنحبك يا رسول الله. كان تساؤل يعني بجد يعني مستهويني ومستهوي كتير من الناس، إنه ليه لازم نتحرك بس لما يحصل مشكلة. والسؤال التاني إنه كنت عايز أعرف إيه هي جوائز المحبة، وإزاي نقدر نشترك، إزاي كل الناس اللي عندها بجد حب للرسول عليه الصلاة والسلام وعنده في إيده فن أو مهنة أو رسمة أو صورة أو كلمة يقدر يقدمها، ويقدمها إزاي. وإن شاء الله يا رب أجي السنة الجاية بإذن الله ودين العمر إن شاء الله بإذن الله، وأحضر معاكم جوائز دي سنة وسنة 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 لحد ما إن شاء الله بإذن الله ربنا يلقانا بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وإحنا على الحوض الشريف، ونقول له بنحبك يا رسول الله بجد إن شاء الله. في إخواننا الذين قدموا من الغرب، الفرق التي جاءت من الغرب وفيهم الفرقة الفائزة ناتف دين، ضربوا لنا مثلا في توجيه أو في إبراز فن كان يستخدم في مقاصد مختلفة، فيها الحسن وفيها القبيح، فيها القبيح ليوجهوه نحو مقاصد عالية ضمن الكلمات الجميلة التي تحدثوا بها بأسلوب من الأداء الذي يتناسب مع الشباب. هذا درس في توجيه المواهب نحو طريق يمكن أن يبني في الأمم، يمكن أن يبني في العالم، بالنسبة لنا معاشر المسلمين يمكن أن يوصل رسالتنا إلى العالم كما ينبغي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم صلوا عليه. الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم صلوا عليه. 570 was a time like no other. A baby was born to a poor widow mother. Was raised by his uncle in the sands of Arabia. Known in the town by his upright behavior. Always doing favors for the poor and the neighbors. A true lifesaver when their problems were major. Khadija, his boss, he was soon married later. Check the love that she gave him and the love that he gave her. At 40 years old, according to the Sira, in a cave called Hira on a spiritual retreat, he would meet Jibrail, Angel Gabriel on the rim. Holy book of the Quran, he had come to reveal.
read in the name of your Lord who created. And thus began a message from Allah dictated. At 622, the prophet made the hijrah, committed to a place where the people got the picture. He could teach about Allah without his people being beat. The folks back in Mecca couldn't stand all the preaching, so they planned an attack. The Muslims fall back, cause they ain't the type of people who sit back and get sacked. But the prophet wanted peace, they agreed upon his truth. For years there was peace to teach about the truth. But the Meccans broke the treaty, so the prophet brought in Mecca. The prophet brought peace, was not even a speck of bloodshed. When he came, his met his old foes. It was the mercy and the wisdom that the prophet always showed. A man of justice, equality and love. Come on, Muhammad people, help us out now. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul wa lanbiya il mursaleen kulluhum sallu alayhi. But people don't know, we're going to do it in English. And it goes a little something like this. Come on, y'all. Praise to Allah be your Nabi, the messenger, may peace be on thee, and all the prophets sent to mankind. We pray for each and every one. Praise to Allah be your Nabi, the messenger, may peace be on thee, and all the prophets sent to mankind. We pray for each and every one. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul wa lanbiya il mursaleen kulluhum sallu alayhi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul wa lanbiya il mursaleen kulluhum sallu alayhi. Jazakumullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah.